صباح الخير، صباح النور عليك يا كريم، انت نهاوند، وعلى جمهور الاهلي جميعا وعلى مشاهدين قناه الاهلي كلهم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا وناس كتير قوي بتفتقدها، التوازن. ايه هو التوازن دوت؟ اللي التمرين اللي بتقوي عنصر التوازن جوه الجسم. التوازن دوت بيشغل الاعصاب بتاع العضله اكتر من العضله نفسها، فبيخلي الاشارات العصبيه اللي رايحه للعضله في انتظام اكتر. والتوازن مفيد جدا لمنطقه الوسط بتاعت البطن اللي هي مهمه عن كل الناس. كل الناس بتحب منطقه البطن دي تبقى كويسه او الشيب بتاعها احلى، لان هي المسؤوله عن مركز ثقه للجسم. مركز ثقه للجسم بتاع البني ادم هي منطقه الوسط، دي اهم منطقه في الجسم، هي دي اللي بتحافظ على الشكل الطبيعي بتاع الجسم، كان كويس او عنده انحناء او عنده تقعر، فدي اهم منطقه في الجسم. المنطقة دي قوية نعرف نحكم ان البني ادم ده صحي كويس جدا. المنطقة دي الدهون قليلة فيها نعرف ان هو فت، لان 70% من الدهون بتتخزن في المنطقة دي. ايه التمارين اللي ممكن نعملها في التوازن؟ هي اي تمرين، زي لو انا ثابت كده بايدي بس كده، انا بقوي عنصر التوازن في جسمي عن طريق ان انا ثابت على رجل واحدة. اهم حاجة في الركبة اللي انا واقف عليها ما اعملش اللوك، يعني ما افردش رجلي على الاخر. لو فردت رجلي على الاخر هعمل اللوك للمفصل، فكده بحمل عظم على عظم وباثر على الماده اللزجه اللي جوه. فانا عامل سوفت ني او ركبه متنيه سنه صغيره كده، انا شغلي كله على عضلات رجلي اليمين. شمال بالنسبه لكم يبقى اليمين، تمام؟ عايز اعكس الرجل الثانيه عشان اعلي التوازن فيها، نفس الكلام. طب انا ممكن اعمل تمرين بقى وانا عامل التوازن ده، زي ان انا هوطي لو انا في البيت وانا ثابت على رجل واحده واثبت تحت، بعد كده اطلع تاني كده. انا قويت عنصر التوازن عن طريق ان انا بنزل بستخدم عضلات جسمي واطلع تاني. طب عايز ازود بقى الحركه بتاعتي، لازم اكون خدت ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، ان انا الاول احفظ توازن وانا ثابت، باخد تايم مثلا دقيقه، زود، هنزل، شيل اي حاجه من على الارض واطلع تاني كده، انا زودت المقاومه. هعمل كده واعمل اي حركه لجسمي، فوق وانزل تاني، وانزل لغايه تحت واطلع تاني، تاني مره كمان تحت واطلع تاني. في الحركه دي جسمي بيبتدي يحفظ الاشارات اللي رايحه بالمخي عشان ياكتفها ويسيفها، فبالتالي بعد كده تبقى سهله، خلاص يبقى الموضوع سهل جدا. تيجي نخش نصعبها تاني، ان انا اثبت على ايد واحده، سوري على رجل واحده، واطلع بايدي، هعمل الاكشن. هنا جسمي بيبذل مجهود انه يحافظ ان انا دايما في توازن، ما اقعش يمين وشمال، مع ان انا بعمل حركات. يمين وارجع تاني كده، بحرك منطقه الوسط وانا بعمل اتزان على رجل واحده. تاني نعمل الجنب التاني، شمال وارجع تاني، شمال وارجع تاني، ركبه وارجع تاني لورا، ركبه وارجع تاني لورا. كده هجمع بقى حركات كده، وانزل لتحت، هطلع تاني، ركبه ورا، انزل لتحت. كل ده انا جسمي بيحاول يقف على رجل واحده وما يقعش، طول ما انا بقاوم الوقعه، طول ما انا بعلي الاتزان جوه جسمي. ده مفيد ليه؟ رقم واحد بيعلي الحرق بتاع الجسم، من التمارين بتعلي الحرق. اي حاجه صعبه على جسمي بتعلي الحرق الطبيعي بتاعي. رقم اتنين بينشط الاشارات العصبيه للعضلات. نخش على حاجه تانيه صعبه، في ان انا اسند على حاجه متحركه زي الكور وانزل واثبت بجسمي كده، جسمي بيقاوم الحركه ان الكوره تبعد عني، ان الكوره متحركه. نفس الكلام
صعبه في حته ان ايديا الاثنين تخش في ان هي تبقى كوره واحده. هثبت بايدي، المفروض ان اقع او يمين او شمال، هرجع رجلي الثانيه واثبت. اتنفس تايم من 30 ثانيه لدقيقه. النفس ده هيبقى مهم جدا. كده انا بحاول ما اقعش، العضلات بتحفظ جسمي ان هو ما يقعش. ده التوازن، بحاول اعمل توازن في ان انا ما اقعش. في ناس كتير هتلاقيها بتعمل كده عشان تحافظ على التوازن هتثبت. طيب عايزين نصعبها اكتر. خش ازاي؟ ان انا بايد ثابته هبتدي ارفع رجل واحده كده، منطقه الكور اللي هي الوسط بتحافظ ان انا ما اقعش. اوكي خلاص، الموضوع بقى سهل بالنسبه لي. هبتدي اخلي الكوره هي اللي ورا وانزل بايدي واخلي رجلي هي اللي تحفظ الاتزان. هبتدي اثبت على ايدي واحاول ان انا احط رجلي على الكوره. تمام، رجل واحده الثانيه واثبت. هنا جسمي بيقاوم ان انا افضل متزن في الفتره دي، ان العضلات بتحاول كلها تحافظ على ان جسمي يفضل ثابت، ودي من اصعب المراحل. قادر اعمل اقوى من ده واوصل لمرحله ابعد ان انا ايدي ورجلي يبقوا في نفس الموضوع. ان انا اثبت بايدي الاول على الكوره كده، جسمي بيقاوم ان انا ما اقعش. كده اهم حاجه رجليا تبقى مفروده، حافظ على الاتزان بتاعي. خلصت هنزل. ده مستوى صعب جدا، ما ينفعش اوصل للمستوى ده الا اذا كنت تخطيت كل المستويات اللي فاتت، عشان اعلي الاشارات اللي رايحه للعصبات للعضلات، عشان الاشارات العصبيه دي لو مش رايحه بانتظام هيجي لي مزق مفصل في اي مفصل من جسمي او في العمود الفقري او في عضلات جسمي نتيجه الاشارات مش مظبوطه. مهم جدا زي ما انا بهتم بالعضلات الاماميه والخلفيه والرجلين والسمانه والكلام ده كله، ان انا اهتم بالعضلات الصغيره اللي موجوده هنا حوالين المفصل، لان هي دي اللي رابطه المفصل بتاعي، اللي هي وارد وانا ماشي او نازل على السلم رجليا تيجي يمين او شمال ويحصل تمزق في الاربطه، ده ناتج عن ضعف العضلات اللي ماسكه المفصل من تحت. فاول العضلات دي ازاي؟ بناء عن ان انا دايما اعمل توازن لجسمي. ده مهم جدا. مهم ليك يا كريم انت ونهاوند، عشان قعدت كرسي كتير هتتعب رجليكوا. مهم جدا لكل الاهلاويه اللي قاعدين في البيوت. مهم جدا لاي حد بيهتم بالرياضه. مع معلومه جديده لكل الاهلاويه الحلقه اللي جايه ان شاء الله.